نروح لعلي محمد علي المعلق الرياضي المتميز، احد اهم علامات نجاح بطولة الأمم الأفريقية كان مستوى التعليق الرياضي والتغطية الرياضية المتميزة لهذه المحطة الخاصة، وللمعلقين المصريين اللي احنا الحقيقة علينا ان احنا نفخر بهم وبشدة. الحقيقة وانت قاعد تتفرج على الماتش كده ما انتش اعصابك تعبانه ولا متضايق ولا مش طايق نفسك ولا عايز توطي الصوت وتقفله ولا عايز تقول كفايه ارحمونا، لا انت بتتكلم في مستوى من الاحترافيه في التعليق الرياضي يخليك قاعد طول الوقت مستمتع ودانك مبسوطه وفرحانه وسعيده وبتتابع الماتش وانت مش عايز تاخد مهدئات زانكس. على فكرة زانكس من المهدئات مش مخدرات. طيب نشوف تقرير علي محمد علي هذا المعلق المصري الشهير اللي أحد العلامات البارزة في بطولة الأمم الأفريقية. محمد صلاح، محمد صلاح، يا سلام، لسه الفرصة قائمة وفرصة هدف ويسدد يا راجل جول. صوت هادئ ونبرة مميزة امتزجت بحيادية كروية لا تخلو من الانحياز لأبناء وطنه، حتى بات المعلق الرياضي الأبرز لفعاليات كرة القدم الخاصة بالمنتخب أو الأندية المصرية في المسابقات القارية والدولية. ويلم جميلة جميلة، يلا يا جول، يلا يا جول، يلا يا جول. السيد حمدي، السيد حمدي هو من يعود بالأهلي للقاء. يا سلام يا أحمد يا فتحي، يا سلام في 23 من إبريل لعام 1965 ولد في محافظة سوهاج طفل أسماه والده علي، عشق كرة القدم وهوية دروب الإعلام، فاحترف اللعب حتى سن 11 واضطر للاعتزال مبكرا إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعقب سنوات التحق بكلية الإعلام قبل أن يبدأ التعليق الكروي عام 1998 في التلفزيون المصري. 5 سنوات كاملة قضاها علي محمد علي بين أروقة مزبيرو، تمكن خلالها من التعليق على عدد من المباريات الهامة على رأسها نهائي كأس العالم لعام 1998 ونهائي بطولة الأمم الأوروبية لعام 2000 فضلا عن نهائي بطولة كوبا أمريكا. تقدم هنا اللاعب برجاسي لف كرة حلوة، ومع بداية ظهور الفضائيات في العالم العربي انتقل إلى إحدى القنوات التي عنيت بالبطولات الأوروبية والفعاليات القارية. محمد صلاح يا ولد يا بقول لحضراتكم، هو محمد صلاح يسجل في الدقيقة 44، هي كرة واحدة، هي مهارة واحدة، مهارة التسديد. محمد صلاح يتقدم لمصر في الدقيقة 44، وأسند إليه عدد كبير من المباريات الهامة كما عرف بانتمائه الشديد لنادي الزمالك وحرصه على المزج بين الدعابة والتعليق الكروية. ودي كرة مقطوعة وأول هجمة للزمالك، ودي كهرباء وممكن هدف، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الزمالك بـ10 لكن يسجل كهرباء، 10 على 10 كهرباء. لحظات فارقة عاشها علي محمد علي بعضها كان مصدرا للسعادة. جدو والبعض الآخر ترك ذكرى أليمة في ذاكرته. المنتخب الغاني يبحث عن كأس عالم للمرة الثالثة على التوالي. أتسو أوبا أوبا يا أتسو أوبا أوبا يا أتسو أوبا، أمامنا هنا أتسو يسجل في المرمى الهدف السادس. منتخب غانا أمام المنتخب المصري، أشباح المنتخب المصري. وخلال البطولة الأخيرة لأمم إفريقيا ظهر علي محمد علي معلقا على كافة مباريات المنتخب المصري برفقة محللين نجحوا في الحصول على إشادة المتابعين، على رأسهم وائل جمعة والتونسي نبيل معلول، بالإضافة للإعلامي أحمد فؤاد.
ليسجل علي محمد علي علامة جديدة في سماء التعليق العربي. التعليق الرياضي مش سهل زي ما البعض بيعتقد ان هو يقف قدام ميكروفون. التعليق الرياضي بيحتاج خبرات، يحتاج ثقافة، عبارة عن تراكمات لدى الشخص اللي بيعلق. مصطفى سامي، كلام تاني. الفيراري المصري يطير بأحلام المصريين. بص شوف صلاح